صباح الخير، واليوم 27 نوفمبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، انشغالاتك بترتيب وضعك المالي مع الشركة أو المؤسسة اللي عم تشتغل معها رح تزيد من فرصك بتحقيق مكاسب إضافية كنت عم تترقب حصولك عليها من فترة طويلة. عاطفيا ما تتسرع بالحديث عن تفاصيل مشاكلك أو خلافاتك مع الشريك مهما كانت أسبابك فيها، واترك الوقت يرمم الوضع بينك وبينه بدل من التعامل معه بعدائية ممكن توصلك لنتائج غير مرغوب فيها. مولود برج الثور، تبدو متحمس على البدء بنشاط عمل إضافي يرفع من مستوى مدخولك المالي بشكل أقوى، ونصيحتنا لك ما تتحمس بإعلان الأمر قبل البدء بخطواته التنفيذية حتى ما تطالوا عيون الحاسدين. عاطفيا عم تتعدد الأسباب يلي عم بتخليك غير راضي عن تصرفات الشريك واستخفافه بالواجبات المطلوبة منه، ومن المحتمل هيدا الأمر يكون سبب بتكرار نفس الخلافات السابقة بينك وبينه. مولود برج الجوزاء، رح تتمكن من الاتصال مع جهة خارجية بهدف تفعيل نشاط عمل توقف بدون تحديد الأسباب الأساسية، بالإضافة لانشغالك الواضح بقضية قانونية معلقة من فترة طويلة. عاطفيا علاقتك مع الشريك عم تتعرض لضغوطات حياتية وعاطفية مش سهلة، والفلك عم يتحدث عن مرحلة جديدة لا يبدو أنك راضي عنها، ومن المحتمل تسبب لك أزمة نفسية من الصعب أنك تتخطاها بسرعة. مولود برج السرطان، يبدو أنه المرحلة القادمة بتحمل معها الكثير من الخيارات الصعبة، ومن المحتمل أنها تنقلك باتجاه مجال مهني أوسع وامتيازات مالية أفضل، وتبدو متأمل بتغيير إيجابي ممكن تحققه قريبا. عاطفيا عم تتجنب الرد القاسي على الشريك حتى ما تكبر المواضيع الخلافية يلي بينك وبينه أكثر من هيك، ورح تجبر نفسك على التعامل معه بإرادة صلبة حرصا منك على مصلحة الطرفين. مولود برج الأسد، وضعك في العمل عم يتأثر بالتغييرات المستجدة يلي عم تحصل بداخل محيطك المهني، ومن المحتمل تخليك تحت ضغط نفسي صعب إلى جانب اهتمامك بترتيب وضعك المالي من خلال بعض الأعمال أو النشاطات السريعة. عاطفيا تبدو غير مقتنع تماما بمقترحات الشريك المخالفة تماما لوجهة نظرك، وتبدو غير متقبل بنفس الوقت عملية الانفتاح على أي تغيير محتمل ممكن يعرض استقرارك العاطفي معه للخطر. مولود برج العذراء، الوقت أصبح مناسب للتغيير من أسلوب حياتك المهنية أو للانطلاق باتجاه بعض الأعمال الجديدة، وتوقع مبادرة مهمة من جهة قريبة ممكن تأثر بشكل إيجابي على عملية انتقالك باتجاه نشاط جديد. عاطفيا طريقتك بالتعاطي مع الشريك عم تفرض عليك مسافة عاطفية واضحة بينك وبينه، ورح تبدأ تشعر بتأثيراتها السلبية على مستقبل علاقتك ما لم تتدارك خلفياتها البعيدة. مولود الميزان، أصبحت أقوى من الأول بمعالجة الضغط المهني يلي عم بتعيشه بالوقت الحالي، بالإضافة لاهتمامك الدقيق بتفعيل خطط احتياطية رح تساعدك على تحجيم مستحقاتك المالية الطارئة. عاطفيا ما تغامر باستقرار علاقتك مع الشريك بسبب بعض المواقف السطحية يلي حصلت بيناتكم، ونصيحتنا لك تركز على إصلاح الأمر أكثر من أي هدف تاني. مولود برج العقرب، الفلك عم يتحدث عن خيارات مهنية جديدة بانتظارك قد لا تكون بالمستوى المالي المطلوب، ولكنها ضرورية بحال تعرضت لأي فراغ مهني ممكن توصل له بأي لحظة. عاطفيا لربما تتعرض لزعل أو خصومة فعلية مع الشريك بسبب تصرفاته الغير واضحة معك من جهة، وأصبحت عم بتحاصرك بسلبياتها من جهة تانية، بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك. مولود برج القوس، روتين عملك الحالي عم بعرقل خطواتك المستقبليه، ورح يضطرك للتفكير بعمل جديد او للبدء مع جهه مهنيه جديده، بالاضافه لاهتمامك الواضح باتمام مشروع السفر من المحتمل يفيدك بضرب عصفورين بحجر واحد. عاطفيا ازمتك مع الشريك ما زالت حاضره بقوه قدامك، ومن المحتمل تجبرك على تغيير اتجاهاتك بهدف توضيح الاسباب الخلافيه الموجوده بيناتكم بشكل علني.
مولود برج الجدي تبدو واسع من عملية انتقالك باتجاه وظيفة جديدة أو مرحلة مهنية أفضل مهما تأخرت النتيجة المطلوبة، وبذات الوقت عم تسعى للحصول على موافقة معينة أو توقيع مرتبط ببعض الإجراءات المالية الخاصة فيك. عاطفيا عم بتعاني من غياب واضح للاستقرار الحقيقي المرتبط بعلاقتك مع الشريك، بالرغم من محاولاتك المستمرة لمعالجة الأمر بشكل مباشر معه. مولود برج الدلو، ظروف عملك الحالي عم تمنعك من تحقيق الاستقرار المالي المطلوب، وعم تسعى بكافة الطرق لتتجاوزها بسرعة من خلال عمل إضافي أو من خلال مواجهة الموقف مع أصحاب العمل مباشرة. عاطفيا رح تتوقف عن التفكير بكلام الشريك ومواقفه الأخيرة معك، ورح تشغل تفكيرك بكيفية التحرر من أفكاره السلبية، بالإضافة لمشروع السفر عم تتحضر لإتمامه. آخر أبراج معنا مولود الحوت، عزيز الحوت عم بتفكر بأبسط وأسهل الطرق يلي ممكن تمهد لك الجو للبدء بنشاط عمل جديد، وخصوصا أنك حسمت أمرك باتجاه وظيفة بديلة عن وظيفتك الحالية، والأمر أصبح متروك للوقت مش أكثر. عاطفيا موقفك الأخير مع الشريك ترك انطباع محبب عنده، ولكن هيدا الأمر ما بيكفي لاستعادة حضورك العاطفي بقلبه مثل السابق، وخصوصا أنه الظروف بيناتكم أصبحت مختلفة تماما عن الأجواء السابقة. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. باي باي.